السلام عليكم، نكمل وياكم مختبرات مادة الوصول واللقاحات العملي. اليوم إن شاء الله راح ناخذ المختبر الرابع اللي عنوانه Presentation of Immunoglobulin، ترسيب الإميونوغلوبولينات أو ما تعرف بالجلوبولينات المناعية. بداية ناخذ مقدمة بسيطة عن الإميونوغلوبولين اللي هي أيضا تعرف بالأنتيبوديز، الأجسام المضادة. Glycoprotein molecules produced by plasma cell, white blood cells, pretty easily by B cell. إذا هنا هي عبارة عن glycoprotein molecule، جزيئات glycoproteinية تنتج من قبل البلازما سيل اللي أصلها هي البي سيل، واللي هي عبارة عن نوع من أنواع الوايت بلاد سيل، خلايا الدم البيض. مثل ما نعرف أنه خلايا الدم البيض تقسم إلى مجموعتين أساسية، المحببة وغير المحببة. من ضمن الأنواع الغير محببة هي الليمفوسايت. الليمفوسايت تقسم إلى نوعين أساسية اللي هي تي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت. البي ليمفوسايت تتخصص وتتحول إلى البلازما سيل حتى تصبح قادرة على إنتاج الإميونوغلوبولينات اللي ذكرناها قبل شوي. بالنسبة للإميونوغلوبولينات act as a clinical part of the immune response by specifically recognizing and binding of particular antigens such as bacteria or viruses and aiding in their destruction. إذا هنا تعتبر الإميونوغلوبولينات من أهم الأجزاء في الاستجابة المناعية، من أهم الأجزاء المناعية في إحداث الإميون ريسبونس، من ناحية أنه هي specifically recognizing، أنه بشكل متخصص رح تميز الأجسام الغريبة وترتبط بها وبالتالي تؤدي إلى تدميرها. طبعا الأجسام الغريبة هي الباثوجين، إذا كانت بكتيريا أو فيروس أو توكسين بكتيري أو أي مادة غريبة ممكن أن تدخل إلى جسم الإنسان. طبعا هذا شكل الاستجابة المناعية اللي تحدث بداية، أعتقد هذا المخطط أنتم ماخذيه بالمناعة، بداية راح تصير إنتاج عالي للإميونوغلوبولين من نوع M IgM، وبعدها راح تصير عندي زيادة بإنتاج الإميونوغلوبولين من نوع G، ومن ثم تدريجيا راح يصعد عندي بالتايتر الـ IgG ليصبح تركيزه أعلى أو عالي بشكل كبير، أو في بعض الأحيان بعد امتثال الشخص للشفاء يظهر عندي فقط الإميونوغلوبولين من نوع G. ولهذا تشوفون بالتحاليل المختبرية من يطلع عندي الـ IgG معناها أكو إصابة حالية، يعني مثل ما تشوفون آنيا يعني في فترة الإصابة، بداية الإصابة. أما الـ IgG في حال إذا طلع عندي فقط هو راح أقول احتمال أكو إصابة قديمة أو تمنيع ضد الفيروس أو البكتيريا اللي أنا دا أسوي تحليل حتى أكشف عن الإصابة به. The antibody immune response is highly complex and exceedingly specific. إذا الاستجابة المناعية ضد الممرضات راح تكون معقدة بشكل كبير وأيضا تكون متخصصة إلى أبعد حد، يعني متخصصة بشكل كبير، يعني هذا الانتيبادي خاص بهذا الانتيجين يميزه ويعرفه، بالتالي أنا من أريد أسوي ديتكشن، من أجي أسوي اختبار أو تحليل أشتغل على هذه الخاصية، على السبيسيفيسيتي، الخصوصية الموجودة ما بين الانتيجين والانتيبادي. The various immunoglobulin isotype differ in their biological feature, structure, target, specificity and distribution. Hence, the assessment of the immunoglobulin isotype can provide useful insight into complex humoral immune response. إذن هذه الإميونوغلوبولينات مثل ما تشوفوا هذه أنواعها. طبعا عندي خمس أنواع من الإميونوغلوبولينات، هي الIgG, IgA, IgD, IgE والIgM. كل وحدة تختلف عن الثانية من ناحية البيولوجيكال فيتشر، وايضا يعني شلون نقول الترتيب او الشكل الحيوي الخاص بها، وايضا تختلف من ناحيه الخصوصيه، وتختلف من ناحيه الوزن الجزيئي، واكو اختلافات كبيره اخرى ايضا بيناتها ان شاء الله راح ناخذها في نهايه هذا المختبر بشكل جدول يكون مهم جدا ان نحفظه، وانتم ايضا اعتقد ماخذيه بماده المناعه. ندخل في موضوعنا اليوم اللي هو Precipitation of Immunoglobulin by Ammonium Sulfate. طبعا الطريقة اللي راح نستخدمها حتى نرسب بها الجلوبولينات المناعية هي باستخدام الأمونيوم سولفيت. نبدي الديسكريبشن، أمونيوم سولفيت Precipitation
is one of the most commonly used method for protein purification from solution. إذا تعتبر هذه الطريقة الترسيب باستخدام الأمونيوم سولفيت هي من أكثر الطرق شيوعا والمستخدمة بشكل واسع في عملية تنقية واستخلاص البروتينات من المحاليل. يعني عندي فد محلول يحتوي على بروتين أقدر أن أستخلصه باستخدام الأمونيوم سولفيت. فكرة الموضوع أو أساس عمل هذه الطريقة شنو؟ Protein form hydrogen bonds with water molecules through their exposed polar and ionic group. When high concentration of small, highly charged ion, such as ammonium sulfate, are added, these groups compete with proteins to bind to the water molecules. إذن فكرة أو أساس عمل أو قدرة الأمونيوم سولفيت أن ترسب البروتين شلون راح تصير؟ بداية البروتين راح يكون أواصر هيدروجينية ما بينه وبين الماء. ففي حالة أني إجيت ضفت مادة مثل الأمونيوم سولفيت بتركيز عالي وأيضا هي صغيرة الحجم ومشحونة بشكل كبير، أوكي؟ هذه الأمونيوم سولفيت إيش راح أسوي؟ راح تتنافس مع البروتين على الارتباط بجزيئات الماء. إذا ننتبه هنا لهاي النقطة، البروتين مرتبط بالماء بواسطة أواصر هيدروجينية، يعني أواصر بسيطة سهل كسرها، وأني راح أجي أضيف أمونيوم سولفيت، هذه المادة مشحونة بشكل عالي، بالتالي ممكن أن ترتبط بجزيئات الماء بل وتتنافس مع البروتين من أجل الارتباط بجزيئات الماء. هنا هذه الجملة تختصر الفكرة إنه this remove the water molecule from the protein and decreases its solubility resulting in precipitation. إذا هذه الخطوة أو عملية إضافة هذا الأمونيوم سولفيت شو راح يسوي؟ راح يرتبط الأمونيوم سولفيت بالماء ويقلل ذائبية البروتين ويؤدي إلى ترسيبه. فش راح يصير هنا؟ راح يترسب عندي البروتين. إذا أعيد بشكل سريع، الأمونيوم سولفيت راح تتنافس مع البروتين على جزيئات الماء، بالتالي راح ترتبط الأمونيوم سولفيت مع الماء ويبقى عندي البروتين، تقل ذائبيته، بالتالي راح يؤدي إلى ترسيب. هذه فكرة التجربة مالت اليوم. Clinical features that affect the concentration at which a particular protein will precipitate include. إذا العوامل الكريتيكال الأساسية اللي تأثر على تركيز البروتين المستخلص بواسطة عملية الترسيب. أول شيء number and position of polar group. أوكي؟ إذن عدد وموقع المجاميع القطبية بالإضافة إلى molecular weight of protein، هاي النقطة الثانية اللي هي الوزن الجزيئي للبروتين. أيضا النقطة الثالثة pH of solution، رقم الهيدروجين المحلول. وأخيرا النقطة الرابعة temperature at which the precipitation is performed، درجة الحرارة اللي راح تتم بها عملية الترسيب. إذا أربع نقاط أساسية critical factor تأثر على concentration. هذه شنو هي النقاط؟ number and position of polar group، molecular weight of protein، pH of solution، والtemperature. التemperature درجة الحرارة اللي راح تتم بها عملية الترسيب. The concentration at which antibodies precipitate varies among species. Most rabbit antibodies precipitate with a 40% saturated solution, whereas mouse antibody require 45 to 50% saturation. إذن التركيز، طبعا تركيز الأمونيوم سولفيت اللي يحتاجه الأنتيبادي حتى يترسب راح يختلف ما بين الأنواع. مثلا نعطينا هنا الرابت الأرانب، الأنتيباديات مال الأرانب حتى يتم ترسيبها نحتاج إلى 40% محلول مشبع أو saturated solution، في حين الماوس أنتيباديز تحتاج 45 إلى 50% saturation نسبة تشبع. فأيضا راح يكون اختلاف بالتركيز ما بين الأنواع المختلفة. نجي للبروتوكول او البروسيجر اللي راح نتبعه حتى نستخلص البروتينات او نرسمها. اول شيء الو سيرم اور اسيتيك فلويد تو ثاو ديترماين توتال فوليوم اند سنترفيوج ات 3000 جرام بير مينيت فور 30 مينيت. اذا هنا راح اجمع
او اخذ السيرم. طبعا هذا السيرم معروف كنا نعرف المصل. اما الاسكتيك هذا عباره عن سائل يتواجد داخل الغشاء البريتوني مثل ما تشوفون هنا بالصوره، اعتقد توضح هذه الفكره. فاذا كان عندي مجمده هذه راح اجي احلها الى ان تتحول الى شكل السائل. بعدها راح اقيس الحجم الكلي للسائل الموجود عندي، يعني السيرم ايش قد عندي، 1 مل 2 مل 1.5 مل، ايش قد اسجل هذا الحجم. بعدها راح اسوي سنترفيوج ب 3000 دوره بالدقيقه لمده نصف ساعه. Transfer sample to beaker containing a stir bar and place on magnetic stirrer. راح اجي اسوي بعد ما صار السنترفيوج الطرد المركزي، راح انقل العينه مالتي الى magnetic stirrer ويا stir bar حتى تتم عمليه مزجها مثل ما تشوفون امامكم بالصوره. بعد هذه الخطوه while sample is stirring slowly add saturated ammonium solvate to bring final concentration to 50% saturation. إذن بعد هذه الخطوة راح أبدي أضيف الأمونيوم سولفيت المشبع حتى أوصل إلى التركيز النهائي اللي هو 50% تشبع 50% saturation. Volume of ammonium sulfate needed is equal to volume of sample. إذن مو قلت لكم قبل شوي راح أقيس الحجم مال العينة مالتي، راح أجي أضيف نفس الحجم من الأمونيوم سولفيت. ايضا adding the ammonium sulfate لازم يكون شلون very slowly بشكل بطيء وحذر حتى امنع ال exceeding the desired concentration، امنع انه اعبر الحد ماتي بالتركيز المطلوب. فلازم انه اضيف بشكل حذر حتى ما اضيف كميه هوايه واعبر نسبه ال 50% saturation. زين once total volume of ammonium sulfate is added move beaker to 4 سيليزيا for 6 hour or overnight. اذا راح اجي انقل البيكر ماتي درجه 4 درجه سيليزيا بعد كمل بعد ان كملت الاضافه لمده 6 ساعات. هسه انا بالمختبر وما لحق انتظر 6 ساعات، ايش راح اسوي؟ راح اتركه الى ثاني يوم overnight. زين transfer to conical tube and centrifuge the precipitate at 3G4 30 minutes. اذا بعدها راح انقل العينه ماتي اللي خليتها باربعة سيليزية بالثلاجة الى تيوب مدرج او انبوب مدرج مثل ما تشوفون امامكم. هذه صورته، هذه صورته، هذا الكونيكال تيوب. بعدها راح اسوي سنترفيوج ب 3000 جي. 3000 جي هي نفسها الراوند بير مينت بس الجي ادق من الار بي ام، يعني دورة مضبوطة 3000 زين لمدة نصف ساعة. بعدها كيرفولي remove and discard saponet. اذا ننتبه هنا بشكل حذر راح اجي اتخلص من الراشح، يعني اخذ الراشح وادبه بعد ما اريده، يبقى عندي فقط الراسب. invert conical tube and drain well. راح اجي اقلب التيوب بشكل بسيط، يعني اضربه هيك بايدي ضربات خفيفه حتى تمتزج مكونات الراسب. for serum or acetates resuspend belt in 3 to 50 of the starting volume in 1x PBS اللي هو phosphate buffer saline محلول منهم. راح اجي بالنسبه للسائل البطني مثل ما ذكرنا او للمصل راح ارجع اسوي resuspend، ارجع اسويها سائل للراسب اللي انا حصلته ب 30 الى 50% من الحجم الاولي طبعا في محلول الفوسفيت buffer saline اللي هو محلول المنظم. بالنسبه للمونوكلونال انتي بودي تيشو كلتشر سبرنتس، هذا في حاله التيشو كلتشر مزارع النسيجيه اللي اذا انتج من خلالها المونوكلونال انتي بودي الراشح اللي احصله من عنده راح اسوي ريسسبند البلت مالته بشقد؟ ب 10% فقط من الستارتنج فوليوم ل 1x فوسفيت بفر سلاين للمحلول المنظم. بعدها transfer antibody solution to dialyze the tubing and dialyze. راح اجي انقل الانتيبوديات اللي انا حصلت عليها قبل شويه في انابيب الديلزه dialyze the tube. طبعا الانابيب الديلزه هي تحتوي على حفر بيها تمر من خلالها المواد اللي ما احتاجها. طبعا هذه الحفر شلون المنخل يصير؟ تعبر لي الجزيئات الصغيره وتبقي لي فقط الجزيئات الكبيره.
بعدها راح اجي ريموف انتي بودي سوليوشن فروم ذا تيوبينج اند سنترفيوج تو ريموف اني ريمينينج ديبريز. بعدها راح اسحبها من انابيب الدايليزر الانتي بوديات واسوي لها سنترفيوج حتى اتخلص من الشوائب اللي بقت عندي قد تكون بقت عندي. ومن ثم الخطوه الاخيره ديترماين ذا كونستريشن اند ستور ات ماينس 80 سيليزيه فور لونج تيرم ستورج. راح اجي اقيس الكونستريشن واخزنها واحفظها بدرجه سالب 80 درجه سيليزيه لفترات الخزن الطويله. زين بالنسبه للكلينيكال يوزز اوف انترافينيوس اميونوجلوبولين، الاستخدامات السريريه للانترافينيوس اميونوجلوبولين، العلاجات اللي استخدم بها او الامراض اللي استخدم الاميونوجلوبولين لغرض علاجها شن هي من خلال الانترافينيوس انجكشن اوف اميونوجلوبولين. اول شيء عندي التريتمنت اوف نيورولوجيكال ديس اوردر، يعني المشاكل العصبيه اللي تتضمن ديرماتو مايوستيس، وايضا عندنا جيلان باريا سيندروم اند كرونيك انفلاماتوري. طبعا الحالة الأولى الديرماتو مايوستيس هذا التهاب الجلد والعضل اللي يصير بها skin change and muscle weakness، يعني يصير عندي تغير بالجلد وضعف في العضلات. بالنسبة الجيلان باري طبعا هاي الجيلان باري سيندروم متلازمة جيلان باري، وأيضا عندنا الحالة الأخيرة اللي هي chronic inflammation التهاب المزمن اللي يحدث في الخلايا أو الأنسجة العصبية. النقطة الثانية تتضمن العلاجات في حالة الهيماتولوجي الأمراض الدم، في حالة أمراض الدم تستخدم في علاج السيتوبينيا، السيتوبينيا اللي هي قلة الكريات أو يسموها الفقر الخلوي، نقص في عدد كريات الدم الحمراء أو نوع من أنواع خلايا الدم، وأيضا الكرونيك لمفاتيك لوكيميا اللي هو يسموه ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن، هذه من ضمن امراض الدم اللي يستخدم الاميونوجلوبولينات لغرض علاجها. ايضا من ناحيه الاميونولوجي اكيد بعد هي امراض مناعيه اكيد تحتاج الاميونوجلوبولينات في علاجها، مثلا عندنا سيستم كلوباس اريثريماتوس هذه الذائبه الحماميه المجموعيه يسموها، من الامراض الاوتو اميون ديزيز من امراض المناعه الذاتيه يصير عندي احمرار في منطقه الجلد بسبب مهاجمه الخلايا المناعيه. ايضا عندنا بالديرماتولوجي اللي هي امراض البشره والجلد يوز تو تريت كاوسكي سيندروم اللي هي يسموها متلازمه كاوسكي اللي يصيب الاوعيه الدمويه الصغيره والمتوسطه الحجم، وايضا يسموها متلازمه العقد اللمفيه المخاطيه الجلديه هذه الكاوسكي سيندروم. زين النقطة الأخيرة بالنفرولوجي تستخدم بالفاسكولايتيز، الفاسكولايتيز اللي هي يسموه التهاب الوعائي أو التهاب الأوعية الدموية، التهاب الأوعية الدموية. هذه مجموعة من الأمراض اللي يتم علاجها باستخدام الانترافينيوس اميونوجلوبولين، واعتقد بالفترة الأخيرة كنا سمعنا باستخدام البلازما في علاج المصابين بالكوفيد 19 على اعتبار طبعا ببلازما الاشخاص اللي امتثلوا للشفاء، اكيد باعتبار انه هذه الاميونوجلوبولينات اللي تكونت ضد الفيروس راح تساعد في دفاع الجسم ضد هذا الفيروس بالاشخاص المصابين، وانا اصلا طلبت من عندكم هوم وورك عن هذا الموضوع لارتباطه بمختبر اليوم حتى يكون اليوم نشرح المختبر ويكون انتهى الهوم وورك باعتبار انه انتم بحثتوا وعندكم فكره عن الموضوع. اخر شيء عندنا بمختبر اليوم هذا الجدول اللي هو راح ينطيك بالخمس انواع من الاميونوجلوبولينات وينطينا فد شرح ومقارنه بسيطه عن كل نوع. طبعا هذا الجدول جدا مهم، اتمنى تنتبهون له، مهم في ناحيه عملكم مستقبلا واذا كملتوا دراسه، وايضا مهم في المرحله الرابعه. بالنسبة للنوع الأول هو الـ IgG يكون مونومير مثل ما تشوفون أحادي، الـ IgM يكون بنتامير خماسي، الـ Secretory IgG طبعاً أكو سيركوليتري وأكو سيركريتري، السيكريتري يكون من نوع الدايمير مثل ما تشوفون ثنائي، يكون ثنائي، وأيضاً عندنا الـ IgD والـ IgE يكونون اثنيناتهم أيضاً مونومير.
الهيفي تشين ومنهم اجت تسميه كل نوع من انواع الميونوغلوبولينات، هذا الجاما والميو والالفا والدلتا والابسيلون. شوفوا ابسيلون اي دلتا دي الفا اي ميو ام والجاما جي. نمبر اوف انتيجين بايندينج سيت، مناطق ارتباط الانتيجينات، تشوفون هذا مونومير فبالتالي هو تكون اثنين، ايضا هذا اثنين وهذا اثنين، هذا يكون 10 باعتبار انه 10 مناطق لارتباط الانتيجينات باعتبار انه هو بنتامير، وهذا 4 لان هو ثنائي. الوزن الجزيئي، الوزن الجزيئي معروف الاي جي جي هو اصغر الاميونوغلوبولينات من ناحيه الوزن الجزيئي، ولهذا هاي النقطه مرتبطه بهاي النقطه كروسز بلازنتا اي يعبر من خلال المشيمه لان هو اصغر الانواع 150 الف دالتون، اكبر الانواع هو الاي جي ام 900 الف دالتون باعتبار هو خماسي بنتامير. ايضا البرسنتج نسبته بالتوتال انتي بودي بالسيرام اكثر الانواع هو الاي جي جي، ودائما يطلع في اغلب الاصابات اذا اريد اسوي تحاليل دائما الاي جي جي اول، الاي جي جي اول واحد يطلع نسبته 80%، اقل الانواع هي الدي والاي مثل ما تشوفون امامكم اقل من 1%. الكروس بلازنتا هاي قلناه فقط الاي جي جي باعتبار انه وزنه جزيئي هو اصغر الانواع. فيكسز كومبليمنت فقط الجي والام يثبتوا لي الكومبليمنت المتمم، اما بقيه الانواع الاي والدي والاي لا ما لهم هذه القدره. الاف سي باينز ارتباط الاف سي بالفاجوسايت بالفاجوسايت بالخلايا البلعميه بالنسبه للاي جي جي، اما الاي جي اي فيرتبط بالماست سيل وبالبيزوفيل. اذا ننتقل للوظيفه راح نشوف انه الاي جي جي والاي جي ام اكو ارتباط وثيق بيناتهم، دائما وظائفهم متشابهه خصوصا بالاميون ريسبونس للانفكشن، ولهذا تشوفون بالمختبرات اغلب التحاليل مثلا التوكسوبلازما مثلا الاتش اس في الروبيلا الفيروسات الفيرال سكرين، كل هذه بالنسبه للاختبارات المناعيه دائما ندور على الاي جي جي والاي جي ام، واذا كان عندي ام راح اقول اكو اصابه 100%، واذا كان اكو جي اشك بالموضوع، يعني اذا فقط جي اقول احتمال اصابه قديمه او تمنيع قديم، فهنا دائما ارتباطهم وثيق. فتشوفون وظائفهم مثلا وظيفه الجي نيوتراليزيشن اجلوتينيشن كومبليمنت اكتيفيشن اوبسنايزيشن اند انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي. اذا نيوتراليزيشن للتوكسين، اجلوتينيشن اللي هي التخثر، ايضا الكومبليمنت اكتيفيشن اللي هي تفعل المتمم، الاوبسنايزيشن الطهايه تهيئ الانتيجين لغرض ابتلاع من الفاجوسيتيك سيل، وانتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي هاي خصوصا بالكانسر سيل عملها في حاله التارجت سيل انتراسيلر انفكشن او الفيرال انفكشن اذا كانت انتراسيلر انفكشن. الاي جي ام ايضا تقريبا نفس الوظائف بالاضافه له الى انه مونومير فروم سيرفز از ذا بي سيل ريسبتر، ايضا تكون بي سيل ريسبتر. بالنسبه للاي الاي جي اي نيوتراليزيشن اند ترابينج اوف باثوجينز ان ميوكس، اذا عمل الاي جي اي خصوصا بالاغشيه المخاطيه والمواد المخاطيه خصوصا المبطنه للجهاز الهضمي، ولهذا تشوفوها كوسيله دفاعيه ضد الممرضات وضد المواد الغريبه على الجسم. الاي جي دي تعتبر بي سيل ريسبتر مستقبل لخلايا البي سيل، والاي جي اي هي لها علاقه بشغلتين رئيسيه الحساسيه والطفيليات. فاكتيفيشن اوف بيزوفيلز اند ماست سيل اجينست باراسايتس اند الرجين، باراسايت اند الرجين الطفيليات والمواد اللي تسبب لي حساسيه، ولهذا تشوفون الاي جي اي علاقته جدا وثيقه بامراض الهايبر سنسيتيفيتي امراض فرط الحساسيه، وايضا جماعه الربو يسوونهم ديتكشن الاي جي اي حتى يكشفون عنه لانه العلاقه بشغلات التحسس والهايبر سنسيتيفيتي. اتمنى استفاديتوا من مختبر اليوم، ومثل ما متفقين في حال عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني وان شاء الله اقدر اجاوبكم عليه. شكرا جزيلا.